احنا بقدم الشكر للاتحاد الاوروبي وللسلطة الفلسطينية على الجهود الجبارة اللي قاموا بها. هذول الناس اللي ميريينهم كل واحد عنده مشكلة، كل واحد عنده معاناة، ما بصير ينقطع ابدا هذا الشيء جملة وتفصيلا، كل واحد له حالات متعددة. على سبيل المثال قصتي من اروع القصص بعد قصة يوسف عليه السلام، انا عندي ولدين معاقين، اذا انت بتحطي 13/7/2011 وزيرة الشؤون الاجتماعية تزور طول كرم وتلتقي عائلة الطفلين المعاقين وسيم ويحيى غانم، بالإضافة كمان حطوا على الجوجل كمان عائلة رشيد عبء المرض وقاسم الظهر التكاليف، كمان في حالة أخرى لو كانوا أطفالكم. هاي الرسائل بوجهها للاتحاد الأوروبي، بوجهها للسلطة الفلسطينية، ممنوع السلطة الفلسطينية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الشيء. وأنا بناشد يعني الأمم المتحدة والبرنامج، هاي الكلمات اللي بحكيها يعني تعملوها translate to English ثم يتأكدوا، وإذا بيقولوا إنه في ناس أولى، كل الاحترام لليمن، كل الاحترام لليبيا، كل الاحترام، لكن لا ينسوا انه احنا دولة محتلة، وانا فرد من الناس كمان، مصدر الرزق راح وراء الجدار الحازل، وانا زلمي عمري 70 او 71 سنة. هاي القضية لن تمر مر السحاب، مفروض انه هاي القضية يصير تراجع ويصير اخذ بعين الاعتبار بالنسبة للبرنامج الاغذية وبالنسبة للسلطة الفلسطينية نهائيا، لانها اذا بتكون هيك بصير انتفاضات واشياء لا تحمد عقباها، ان كانت بالنسبة للاتحاد الاوروبي او بالنسبة للسلطة. احنا ما بدنا نحكي سياسة، صارت المصالحة بين حماس وفتح، صارت هاي القضية. هذا في نفس شهر 11 كان تاريخ وعد بالفور. إذا هاي الأشياء وكمان أشياء كثيرة، هاي الأشياء مرفوضة جملة وتفصيلا. بإمكان السلطة وبإمكان الاتحاد الأوروبي ييجوا على البيوت الفلسطينية، وأقل شيء أنا حكيت عنه بيتنا مثل بقية البيوت. هذول الناس الغلابة كلياتهم عندهم نفس المشاكل، وفي مشاكل تزيد. الأعمى والأخرس والأطرش والأعرج اللي قاعد بيستنى بشوية الطحين وبيستنى بالمئة شيكل أو بالسبعين شيكل، هذا إيش بده يعمل؟ بده يضطر إما بده يتسول في الشوارع، أو بده يضطر يسرق، أو بده يعمل انتفاضة على الاتحاد الأوروبي وعلى السلطة الفلسطينية. احنا جينا هنا على دائرة الشؤون الاجتماعية، احنا سمعنا انهم بدهم يقطعوا مساعداتنا. هسا ليش بدهم يقطعوها؟ بنعرفش. في شي واحد عنده فيلا مأجرها ولا الكل نعهات اللي هنا، ليش بدهم يقطعوها؟ احنا بحاجه الى، احنا بنبقى نستنى باليوم ناخذها. وبعدين احنا بنطالب في عياده اسنان اخرى، احنا بدنا دولي بدون شعب، يشبع الشعب، خليها تصير لنا دولي. احنا اذا بده واحد يروح يشحد باب الجامع بيقولوا له هاي الشؤون موجوده وهاي الزكاه موجوده. احنا بدناش نشحد ولا نتسول في الشوارع، احنا بدنا الدولي تقوم بالعينات اللي احنا بناخذها وتساعدنا، واحنا ممنونين منهم. احنا ما احنا متسولين، واحنا اصحاب حق، اراضينا راحت، قاعدين بنشتغلش. في شي واحد فينا هنا الا عاهه وعنده عاهه، مش مجبورين احنا على التلفزيون نشهر في اسرار بيتنا. احنا بنعرف هي عندهم قرارات يمشوا عليها وعندهم قوانين يمشوا عليها. عندكم الارمله المطلقه، المريض اللي بيعلم، اللي محتاج، اللي داره هاي اللي للسكن، هذا كله انتم بتوافقوا عليه، وانت بتعملوا علينا مسح اجتماعي، واحنا بنجيب لكم الطلبات اللي بدكم اياها وموافقين عليها، متوافق عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية. فاحنا بنطالب اذا بدهم يقطعوا عنا المساعدات، احنا يوميا هنا بنرمضين وبنعيد وبنصفي وبنشتي باب، واذا بحاجه ان نطلع وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله احنا جاهزين، اصحاب حق وبحاجه للمساعدات. وفيش واحد منا مش بحاجة للمساعدات. طحين ومصاري وبدنا عيادة أسنان، لأن أسنان غالية وإحنا ما بنقدر على العلاج. من ناشد إحنا الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات للعائلات هاي المهمشة، وأمثل حاجة وضعهم يعني مأساوي، وفيش إلهم مصدر رزق يعني عدم مؤاخذة. إحنا بنطالب الوزير، وزير الشؤون الاجتماعية وسيادة الرئيس إنهم يدعموا هذا الشعب ويناشدوا الاتحاد الأوروبي بدعم هاي العائلات المهمشة اللي مش ملاقي مصدر رزق، ومعاقين ومنكوبين
وفيش لهم دخل يعني من مرة، وهم أمثل حاجة إنهم يدعموهم في يعني 20 شيكل وخمسين شيكل وثلاثين شيكل، مش دعم، مش يعني مصدر رزق هذا، ولا دعم، ولا بيجيبش لا دواء، ولا بيجيب أكل، ولا بيجيب شرب. يعني لو الناس في مصدر رزق ما بتحتاجش هاي 20 شيكل، ولا بتوقف هاي الوقفة، بس لأنه الناس منكوبين وإحنا محتلين وفيش مصدر رزق وفيش دعم وفيش هذا. كان زمان يدعموا الناس 500 شيكل يعني أخفلة، أما اليوم 20 شيكل لو في مصدر رزق ما بتشوفي هاي العالم كلياتها متكومة وواقفة بتستنى ب50 شيكل وب20 شيكل. إحنا بنناشد الاتحاد الأوروبي لدعم لأهل فلسطين، وهن بدول محتلين، بأمثل حاجة للدعم هذا. ولازم سيادة الرئيس برضو ورئيس الشؤون الاجتماعية رئيس الوزراء يدعم هدول العالم، يناشد إنهم هدول العالم بأمثل حاجة. وشكرا، يعطيكم العافية. إحنا محتاجين كمون نسلة اليهود وفوتونا هناك وبدناش شوار الطحين. إحنا بدنا أرض وما بدناش طحين، إحنا ناكل تراب. ولا لا هالاحتيالات أخرى، شعب ميت، عمية وخامين وبنفعوش ودوابش وعمليات وهذا وبشطر علينا، ده إيش؟ يعني استراحوا مع بعضهم؟ يعني بدهم يحاربونا بشوار الطحين؟ ما بصير هذا. طبعا برنامج الغذاء العالمي للأسف الشديد في السنوات الأخيرة قام بأكثر من عملية تقليص للفئات المنتفعة من البرنامج المساعدات الغذائية، وحتى وصلنا إلى مرحلة أنه أبلغنا بوقف برنامج المساعدات الغذائية للأسف الشديد. ونحن كوزارة التنمية الاجتماعية تتلقى هذه المساعدات وتمر من خلالها إلى المنتفعين. نحن نعرب عن تعاطفنا وانحيازنا لهؤلاء الناس، آملين بأن يكون هناك فرصة لتجنيد تمويل لاستكمال برامج وأنشطة هذا البرنامج، لأنه حقيقة الناس يعانون، ومشكلات حادة، ومشكلة الفقر لا يمكن نكرانها، ومشكلات غذائية تعانيها هذه الفئات. آملين إنه الحكومة تقوم بمتابعة هذا الأمر وإيجاد البدائل اللي تحقق العدالة للناس.